40 يوما مضت على استشهاد إيهاب الوزني رئيس تنسيقية تظاهرات كربلاء، ولحد اللحظة ليست هناك أي خطوات تجاه الكشف عن قتلته أو ظهور نتائج التحقيقات القضائية، مما دعا ناشطي المحافظ لتنظيم مسيرة تشييعا رمزي لنعش قائدهم الوزني في أرجاء كربلاء. بعد مرور 41 يوما بعدم كشف الجنات لقاتلين الشهيد إيهاب جواد الوزني، قررت والدة الشهيد بخطواتها، فكنا ملتزمين بالخطوة لوالدة الشهيد وكلنا معها. أما هذا اليوم فيكون تشييع رمزي لذكرى تشييع الشهيد، فستنطلق التظاهرة، فسينطلق التشييع من ساحة أحرار كربلاء باتجاه مركز المدينة مرورا بشارع الجمهورية وشارع الإمام العباس عليه السلام، ثم سيكون وجبة عشاء في داخل ساحة الأحرار، ومن ثم الانطلاقية إلى قبر قائدنا وشهيدنا إيهاب جواد الوزني. مروان شقيق الوزني أعرب عن الحزن والخيبة تجاه سير الدعوة القضائية وتأخرها بالكشف عن الجنات، وأعلن أن عائلته ستنصب السرادقة أمام محكمة كربلاء بدءا من يوم الأحد بمشاركة المتظاهرين لتكون وسيلة ضغط عامة تجاه الحكومة والقضاء. اليوم لدينا تشييع رمزي بمشاركة فرقة عسكرية أو جوق موسيقي عسكري، بعدها يوم غد إن شاء الله سوف تنصب والدتي ونحن معها أسرة الشهيد خيمة اعتصام مقابل محكمة كربلاء للمطالبة بدم الشهيد وإخراج القتلة ومحاسبتهم. الدعوة حقيقة الدعوة لم نطلع عليها للآن، رغم أنه انتظار لساعات طويلة أمام الجهة التي هي صاحبة الأمر في هذه الدعوة، رغم انتظاري إلا أنني لم أطلع عليها. حشود الناشطين وصلت من بغداد وبابل تلتها الديوانية والسماوة والنجف ناهيك عن المحافظات الجنوبية للمشاركة في مهلة والدة الشهيد الوزني للإدارة المحلية التي تتهم بعدم الاهتمام بهذه القضية ذات الأولوية القصوى، مما قد يسمح للجماعات المسلحة بإرهاب الناشطين واستهدافهم. اليوم كل أحرار المحافظات وممثلين تنسيقيات الحراك المدني في المحافظات واللجنة المركزية للتظاهرات حضرت هنا في كربلاء بمناسبة ذكرى 40 الشهيد القائد إيهاب جواد الوزني، ونحن اليوم في رهن إشارة أم والدة الشهيد إيهاب الوزني في أي خطوة تصعيدية كانت أو اعتصام سنكون معهم معتصمين إن شاء الله. تشييع رمزي لجثمان شهيد محافظة كربلاء إيهاب الوزني للمطالبة والضغط على الحكومة الكربلائية بالكشف عن التحقيقات القضائية عن قتلته وعن قتلة المتظاهرين. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.